ترانيم وألحان عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب. أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب. إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب. أطالبكم أبات الضيم ردا. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومتمركني لحد سوق بنقاوين مركز كالتوفيق إسلاميك سنتر مانتنا ومالنت كوات محاضرتنا ومحاضرة السدحات عوان كيد المحويان أسبابها أوكو ضعيف وإيمانك إيو وحيالها لقد وينكره. وعين نسل جديد دون شيخنا دكتور علي فليتفضل مشكورا ماجورا بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: ويزيد الله الذين آمنوا هدى. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع وحاكساب سيهي ضعف الإيمان وعلاجه. إيمانك هو سد عيسى نغيلك كي ماذا إيمانك محا كان إيمانك إنه هو سدعه محا سدواء نقنكرا وحلقه با موضوعا مركا لقاها الليو إن أيسن سورت قال هاي قف ماشان فديو كبد بادي إنه جرو كبد الله قف كلمة الجيدين أي إلا آخر واحد وحالة نقوتي ماذا وأين مرنبة كبد بادي كرين قف كسو إنك نغمدي هدوسا حالة أنو كجرين أما بآني صامرين وحو هاليس إياهي مرؤون إنه كو إيمان دونتو هدي لغواي أسبابه إيمان كرؤو قادل لها. هدي ما الكسول اللي سوقي ما هذا منتديات كسيدان وكلاء عدد وحقوق كلا جذان يان عدد وحقوق كلا يبسان يان عادة وتهاي إن ماشى إيصال دكان جهاز أما قلب لجوع برقف كدي جيس ماشى أمريو سنكرتي سماشى إتاعن تهاي وكو أجانا يجرع ودنه يسوي حيلا مدة وححبانان له دين له الجهاز كلا لجوع بره قف كستو إن جن جمد إيمان كيس ماشى إتاعن. لا شك قف بمال بأتاغيا إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان أبي بكر مركا لقاها الليو إيمان كان وكلمه فرق وين بأود حيا سادرت وحن ماشا كثير دونا بإذن الله سبحانه وتعالى قضب
كلمتنا ما دافسنا إن أنتحي الدون قضبه لحريرة إيمانك سببها كان إنه هاسو دعوه إيوه هبك ملك اللي قد دوين كرو لكن قفك مركو حنون سيهاي أما حنون مركو كوي ماذا دكتور كمرك اللوغة يوحو سمية تشخيص دايق نسيم بالا سمية إن لأوغا هذا قفك كان هرتا محا كان عذر كان إنه كد عاي لكن إساقا وحا وقوها رأي سيمتمز وحباها كوي من عراض باكو تمي مرحا لايقا هيا ما المهم بان سعون واي ورير بان نشكو أركي حالة ديدو عادي ماها كدي با دكتور كلوغة يوحو ليا وحا كوغو عن سيدا إيا سيدا دوا دادا نوا سيدا سادرت يدو حانو باهن هاي سيدان كو اوغان كرا انيغا اينو هرفا ديا اذن كو والا له يو هرفا ديا ان ايمان كان او ضعف او كجرو هوس مركا او دعسايا حالة دهان سو سعودان تحي دونا بإذن الله سبحانه وتعالى او قاركين هراء مقلان وحي موجين دونا ان هدان اسكهلنا وانا لبي لباتن قضبو هدان اسكهلنا إني نصاران تاسيدا او دقصد بضان إنا رادين اسباب تكانتين أسبابهنا ماها مد يوم مركا ميل كلية تاجن واستاندر ماها صوبت أنا جا إيه كانت مد أديك هو كانت وكل دونان كرا وحلاقة يا أسباب جودهانة ضد كودن سي وضرهانة دو جمع ده هي أسباب ضد كل دوين هم بادرتا وحلاقة يا مركا هبل صوبت هو كانت إيمان كيسين وضعيف والنقضة هي هبل وح هو كان كل دوين هين وحيا وفر بضن وجودنا ويجيران سلف كي مركا على جسر حكت بإذن الله سبحانه وتعالى إخواني قفك مركه ودريم ان ايمانك شو ضعفك وصو قال مركي ولا ما سو استاغ ايمانك هو ضعيف اما هوس بو دعي لكن وحو استعمالا اريك لدون مرو يراهدو عبادتي معانك يا انه هين جره ما هي وان قال يا صلاتي سيدي لو باهنا اي لوو ددنسن لها صلاتي قفك ودنسن لها مره دنسد وخا لا يبا انه يراهدو قرانك مركه لا اقرينيو اما سامي قرانك waxa laga yabay inuu yiraahdo niyo maalmahan waxaan isku arkay macaasidu inay ii sahlanta qofka markii uu hadalladaasa ugu dulmeereysanayo arrinkaasu waxa weeye duq naqus aljaras bu garaaya wuxuu leeyahay iimaankiiga dacfi baa ku jira arrinkuna wax la qariibsada maaha iimaanka inuu dacfi uu noqdo ee inuu awood yeesho waxa ugu wacan maxaa yeelay wuxuu ku dul wareegaa wax lagu magacaabo qalbi qalbigana waxa qalbi loogu magacaabo wuu isrogrogaa وحدو يسرق رجيو وميزان ويهاي مرنا كيف دو أي سرايسو تنبيدي حد تنبيدينا أي هاسو لا عيسو قلب يكون واسدا صوكل ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما القلب من تقلبه قلب وح قلب الله جم جعابي يسرق رج بدن وقلب جسمان قلب الله جم جعابي مركزو الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مثالي ريشد مال تال أو دبايلو أي دبانا يسو لبدا جيسنا إيكا جراع عيسو sida ay riishada ama baalka meesha suran oo isu rogrogayo aa u dheeliyeeyo aanu markaas si saaniye meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam qalbigi mar hadii qalbigu sida yahay iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoos u dhaco waa dabiica markaa uu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam xadiith waxa uu ku yiri laqalbu ibni aadam asra'u taqalluban min alqidri idha istajma'at ghalayana qalbiga aadanaha ايا وحو كدقدق بدن يحي حقا سدا ديري كركر يو دبل ساري او كرسو اسو رغرغو قلبي كد كدرن بي مركاس حدانا وحي يري اذا استجمعت غليان المركي ادي ادو كركرتو حديث قال وحي يري صلى الله عليه وسلم قلوب تاذن هو دنبا وحا اي كجيران الله سبحانه وتعالى فريس سو دونو كيالا اسغا رغرغا ماشو دونو وجهيا اركا مركا وحو موجينيا مخاي ان قلبك وأن مال أن ثابت أن كؤهين الرجاء وح كذا لنا يا مركة إيمانك ومرك إنه كرقع خاصنا مركة ودعاء ولذلك صلى الله عليه وسلم وعقب أن الدعاء يس اللهم يا مصرف القلوب إلهي وأذا قلوب الرجرجاء مت قلوب الرجرجو ثبت صرف قلوبنا على طاعتك إلهي قلوبتنا واحد قل لي حذا حق طاعة هذا أديه هو جانسن كاي روايات كلام وح كوس أراري ثبت قلوبنا قلوب تدا رب واحد كسكتا دين كاغا كسك روايات كاس انت المام ودن واحاديث صحيحه شيخ ناصر بن مالك لدون مركه كتسعيحيه الله سبحانه وتعالى معناها صوت المام الرسول صلى الله عليه وسلم الله في القران كوكير ان الله يحول بين المرء وقلبه الهي بابا كلا دح جليب
ماشي وحا إيمان ستحويل وحا لغيابا إن قلبكاغا إيمانك آنو قلن سي مركا فلتريشن الله هلو قلبك سيسهل أن قلب إيمانك أوقل وحا لوربا هيدادا المركا إلا سمي. ولذلك وحا نقب بيا قضبضي بإذن الله سبحانه وتعالى محامو جنيا وحا نجعلان لها قفل بابي إنو ترصده نقطة لغا هلو خوصك حريقه مد لغا وايانا إله سبحانه وتعالى أقول مهد علي أنا أريد إسك بالله هذا إسكهل نقض بضن صوص على إيمان كان خطر بكسرية كو هذا دسارتي أما أنا ساركو أما قف قصته مسلم إسكو أرك حالة صوص على تؤه إنه معاصي ذا أكل عيو دنوب تتيدا ووين أنا أكل صعنين دم بدم بيجا وكدرين يهنا فضوضة يستا واحد وقعت حالة خطر بالجدرة ولذلك علماء ذا وحير هذا قف كمركو دم بيجا وصمايو وما ننكل وكسرية ما لين سدحات وقصوا علي عادة ونقنسة شيء جمرك عادة يكون نقطة كذب كم حشون يسوا خجلة يحشاد يسريك يأدري ما يزيد مالها فجارها اللي يسوقي ماذا الحكى شيء يسوا حس من حالة سمية جوريا ربا كقاتي مشكلة داس بانجلي اللهم صل على الروح من ماذا حيسوق لي كوي تلك أنا كوكل قصوا دول هبان سيء ما لها كشيء يسوا محالة معزية عادة كون نقطة ولذلك فإذا ذكرت قوله جل وعلا في القرآن الكريم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون آيا دائما محايا لم حا ولم يسروا كلية ما شاء الله وشاقة يوضع سياق القرآن بإسوته محايا عدم الإصرار على المعصية إنه قفك آنو دائما وحي موجين يساقفك إيمان كيسا محايا لهدو دائما عادي أنه قنا يساقفك مركي عادي أنه قتنا وأذكتها إنها تكدى بعيد ومنكر ولذلك صلى الله عليه وسلم حديث حوكيري كل أمتي معافى إلا المجاهرين ضد كوردن دم بيقول لقع في إلا قليها مركب ما لها اللي يسوقي ماذا كشيغة مركب سوء حيري صلى الله عليه وسلم إسقوا الشرح هي مجاهرة ذا وحيري قف با حلوك لحميسا ما ينيا وهو بريسنا يا إيضا رب العالمين وأستري وأدبولي كدب سبح مركب بريسو ضد كصوهر فريسنا يا وحول لي عملت البارحة كذا وكذا حالي وحالي وحسن سميه حالي إيه حالي حالي وحاسي وحسبان سميه وادرك تقف باوح وسمينا زينة كذا عيسى وشرح يا ماشو كب الله بي ماشي كذا مات إلا ماشي كذا مات حرام بقل ماشي كب الله بي إلا ماشي كذا مات وشرح يا إذا وحس الرئيقان وجهي سأني كم بقن الرئيقا هدين اللي اسكو أركو معاسي ذا أدول لجهر يا أدو اسكو هداد اسكو أركتي وحاد وقاتا إيمانك ضعفي بقجرة saadartay waa symptomka ugu horeeya ee nagu baraarujinay arriga labaad qalbiga oo engega qalayl noqdo wax galaya oo khayrana aanu jirin ilaahu maanta hadii lagu aqriyo wax kasto ay kula ku taagantay sawaan aleena aw adda am lam takum min alwa'idin ama na wa'di ama hanna wa'dirin arriku jinjin buu nooyo meel buu noo taagan heerka marka la gaarana arrin sahlan ma walidalika allah subhanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ku yiri ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة انت كذب قلوبتين واي انجكتي وحين لم من نقطة سيدة دقحان توكل مركز دم بروح لها لقجو دقحان اللوقة فماها دقحان تهدي قلوبتين اي دقحان تلايز بربر بيقو وان نراها دقحان تهي انك دقحان تهي انك اذك اما دقحان تهي نلم اذا هدان نراها دقحان تهي واللوقة في اللوقة فان اوحا موجين يا قرآن كآيات مركز لسيوة ذوحوا ليها وإن من الحجارة يلقفنا دقحان توعى كم إذا لما يتفجر منه الأنهار كو بيك صبر قضى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كو حجر دنبل ماء بيوه أي كدر السدان وإن منها لما يهبط من خشية الله كو حجر صد لند اللومة إيه إله سبحانه وتعالى كبقي آياتك لنا وحا هاي هدي قرآن كأن كسو الدجل لهي بورها الدسو ذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وحد أركي لي استقوى الدلاعة مركب دقحانك إن لو قفا ماها الله سبحانه وتعالى ويحركو مثالي واني مثالك وخطر سن إيه أن ظلمرنا إن قلبي قانا دقح لكو مثالي قف كان مركو قف وكسو التاق ويحركو ليه ما دقح باتها يحبوكو قريوهين حالة دا سدحات دي اللي يشكو أركو عيمانك إنو ضعف وكجر موجين وامحي عبادة دا مركب تسوقي ويسي صلاة دا مركب لكجر مانكا ومقيه رمانتي أنا سداء quraanka marka la aqrinayo ku taasiirinay ducada adoo dhohan ba gacmaha kor u taageysa walidalika sallallahu alayhi wa sallam wuxiri la yaqbalu aw la yuqbalu du'aun min qalbin ghafilin lahi hadithka waa hadith sahiha sheekh nasirna uu ku sheegay silsila 549
دعاء كسوف شيء قلبي دوهن إسلام أركان هولن أو هولك لا كم مسؤول سن إلهي ما أقبله وحضرك سقف قد جمع كل أتاعي أنا لست عن الدعاءس وحضرك سقف ما أنت أن تصبح عيسى والله لك لك وهاي ماشى ومرة يستغفر الله إذا نفهمي وحضرك سبحان الله العلي أن نفهمي عبادتي وحكاية بحياة ماشي يضو أن ولد إنسان حالا ده هدي ليش كأرك إيمان كان ضعفي بقدرة حالا ده أفراد عبادتي إنك كعاجزت أو لوجيد أتوت كتير لوجيد أتحكي أتو أدب جمع ياشي لجوايا ضعف وين أيام مركز جرة ولذلك الله سبحانه وتعالى وكنت المامين منافقين توحروا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هدي صلاة أستعان يقول لوجا هدي ذي أي صلاة هذا يمين وأنا عارين لجوايا قام قفكم منافقة وعلى جيا بحكي أكو أجيب مركز سحلة سنة كذنب سنة كذنب لجارة سنة كذنب سند بسند بقول هنانا يا مركو إسرائيل هذا بحنا علية سنة كذا مركو الله بسنا مرايو سدح سنة ومرايو شن سنة ومرايو بس بركو كوا هذه الآن إله سبحانه وتعالى قعنت وقولي ديارنا أنو هنونو دقائق أيوة حلا جابا إنو كمرك أي ماذا نينكا مر مرسيها الرأسنا يا لي حشكي لما جاري وحلا جابا هدي تلفون الله صدر اللي يرادو قري بدرس كان يا حاج عباس قولها وبيع كونك الدولار إنه ما شو كسب بحنا متقانة مركو يسوق حوالد كدرة ذاكيسا أنت كاره إذا نوح على جايبه إنه كسهر دقة ألف عذر إنه كسهر دقة على جايبه يراد ماشان بكن عاد أنت هذا نسكو أرن إيمان كان ضعفه بكجده ولذلك وح علماء ضير هذا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحير لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ضد قوم تتجي مايان إن الدب أسود دقيان إلا إله سبحانه وتعالى يقدر ما دب عليه صف كهراء ذو الجوجات كان لبعض مركات أدادسة هذا أركي صلاة الجماعة كذا هيسا هذا أركي إن تكن كرت السنة تبقى جابين إسا حالا ده هدي ليسكو أرك إيمان كي هاس بودع ولذلك وحى الوي قانا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنبياء ذي بإله ملك كهل لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وحى إن قوة أتر تمؤدك دقى خيرات إلهي نبريه واتن آيات القرآن كإلا وحى يابا الوي قانا سكر وحى كم إذا إن إيمانك وضعف وكجره قفك وسيحانا يا هبينك سبحي بوسوتو سي ايضا وح يعني بروبلم اي مشكله انا كو ايمان لكن حركه سقفتي وجهيسه بدلت 10 دقيقه قفق وقسله 10 دقيقه ما مانكيش ومقيه 10 دقيقه ضدكي مو مره او غان قاده 10 دقيقه و حنا قسيه قف شل السلام اي سي او حركه كو هيدي با مانتا كاسو هربع سلام تلو دافيسا مزاج كاغا يموت كاغا دم با اسبدلايا ولذلك وحا غركه سبحا نغ بدن مانتا مودكي عادي ما عادي بيه مال ما نودن وحا لا يابا قفك انو يراد كان أهل الدين كان إني رادا جنبا إن سجش كسانة كان قال إني رادا بوفز بان سجش كسانة أو بارانويد بانها لكن وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوت المامي ضيقة إسجا قفك كو إيمان إني هاي ضعف الإيمان إن أدتك كدد أو أذن سلانت أذن كقادن أو سلانتي أذن للرأس أو ما شيء فديان أتؤرد أو مزيد البن أتري مزكا متجي أفرتانين أو جركا دار بان أنعي مسجد كمتجي مالها دمر كيسوقي ما دام حالنا جاها مرها جديدة يا نعي وذا ددا ما انتر الحلال إيه حرام قفكم مركو إسكو أرك إيمانك إذا ضعف في جرم حارة صلى الله عليه وسلم الحديث يري مؤمنك يألف ويؤلف له المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ويؤلف مؤمنك ذاتك إسجع الرأس ذا وين سور الرأس ذا خير نكون مجرى متك أنا ذاتك الرأس يجنا أنا سور الرأس هذا بس أركت الله ذاتك كبد سن مساجدي إسبارة يكون لجنت هاي ضد قف الله اللي كرت أنا الجرين ضد كان يكون عيب هنا ومركز ماشى كسر بعد اللي رادو نينك كان أنو مجعلها نلقى فوقي فدي كان يسافر يسن إيمانك ضعفي بكجرة حديث كان وحديث صحيح هو شيخ ناصر السلسلة وكل شيء آخر بقوليه لبعتني تضبط صلى الله عليه وسلم بروحة الماما وكله معنا صاص وكله إيمانك وحلوي قام صبر إيوه ضدك ولا سامحه هدي خلط لقاك قالوا أد ما أنت ندب تاجن تا إيمانك ضعف في كجرا حالا اللي حد موجين إذا إيمانك إنه ضعف في كجرا وحيتا آيات كان إلهي جاء قال لجود الأقرنا يؤهد عن صوت المان إن بورها دقاجين كران إن قفك أنا سامين ونوع من ضن تبيد الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سلف هذه الأمة بصفة عامة مركان وهالله قرآن كماش وكتاجنا إسلو دقاجين جرا حالا ذاك لا أن لح أن وجود بينه واحد تاعي قفك إنه حسك إلهي مرك أو كجابيو وأنو شقبة أنو كل هاي الله قرآن كبرك كهل كش كي كيني قليل منافقين تحر ولا يذكرون الله إلا قليلا
إلهي محسن إن يرمويان وحال لغي هذا إن هذا كتاب بعضا كالفوري وحال لغي هذا استغفر الله إذا إن أي تهاب ذاتك متصوفة ذاك لي إن مركا نمبا وحار كيسان نمبا ننوي من ضمانتا استغفر الله وكاين نوي نسوفي بعد نقطيبي وحال مودا إن ذاتك أرى الله تلقى تسبيح دي بان أوتر سنين حالة ده مركا نشكو أرقنا إيمان كينا ضعف بكجرة حالة ده سيدية تضبات أما سيدية ذات وحيتاي إن هذا نعرون هدي إلهي سبحانه وتعالى سهدميسا لغت الله دينك إلهي هدي ما الله قد دعا هدادا أدام قنن أرنك وحو موجنا إيمانك إنه ضعف وكجره ولذلك صلى الله عليه وسلم وحو تلمام وحيره تعرض الفتن على القلوب فتن تقلوبت الله بندقابه صلى الله عليه وسلم قلبك فتن أي كبوحسته مذوبه نقنا يا بيري واتين برايس ما خير قلينا ملها وحو وذيه صلى الله عليه وسلم حديث مسلم باوري وحيري وحو قاري يا قفك هير معروف نآن فرين منكر نآن ذاتك كعلنين لبضن ومركع يسوق مدهين إلا وحي هودي سوا فقسن مويان ولذلك أرقى المركع أن أركوحا صاح سستحال الله أنكو سقنا وحان نقول يردتك ميشا الجوغة إن النهي أن صمعين أن وحس كرمنا هداد أركتد أضع كفر أحسن مقالة هبيك مركع لغطو منيو وفنان هذا مالها لغا سو كريستو هدي عادي يكوتا مزلكا يكو جرتي هو يشرف له ماشا فديدنا قبل هذا إني أداني أدام قنين أبا شرف له إن إلمي سيانو كعلين هداد أركتي هداد أركتي إنه تلفونات اسكو ديرانا إنه بوكين أسمعين إنه نينكي نوه يسي لها هداد أركتي مركا مالها اللي يشوكي مادا مدديات كحفلات كفسخ فشحي لغوضو أين إسكعلين هنقطتي تي جود بايدا قبل الوسا قوتيني هنقطتي تي ولكم تهند قوكيني هنا قتتي هالوين كماشل لسوكيني هنا قتتي فستيفاليس كأمريكا لسمينا يو أما فالنتينز دي أم واحد دول تكون مجاوا هداد أركت أري ما هصلين عادي نور نقضان أو أدنى تراهد وعاديوس وح مشكلة ما الهداد تراهد إيمانك هذا ضعف بكوجر محايا صلى الله عليه وسلم وحوها لا يغضب مع رجل إلا إذا انتهكت حرمات الله إلى حرمات كيس أمريكا ماشل الله قد عود وجي سال جرنجري وجي سال أمريكا جذون نقنجري الله الله في إيمانكم إلهنا بغبغ نوي الله سبحانه وتعالى ويدوننا يوم القيامة مالك استو أن جوغنو حديدوك أن دقنهاي إيقوبلك أن دقنهاي مقالة ماشا أن كد دقنهاي حمي هدي أي كد عضو أين أن كد دمقن أو أين أن كد دينا أين أن دين هلق جوغو الله سبحانه وتعالى ويدوننا ولذلك حديث كان دقيس وحديث خطرتي سلا وحير صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وصحيح الجامع وكوري شيخ ناصر أيوم وكنت صحيحي وحليها إذا عملت الخطيئة في الأرض كان كمن شهدها أو كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها حمي هدي ذوك الله قصما يو قفك ما شاء جوجا لكن كهل لو يراد ورك استاجا وروحا وحمي كجوك سدا قفك وحول لم يدا قفك مقن أكل إلى سبحانه وتعالى قمن ماي لكن ومن غاب عنها قفك استاجا كم مقن رالي كان نقضة أو مرك الله غشة كي يكرر للنقطة وحلم النقطة يقف محي يسوع ماشي جوجي أخر حميدة أتكم قنتها هاي هدي سبحي الله غشة كي أما حالي عجلة دي لقبضوا بي أتريد هل إيه كان عن مرصدة أما الله مستعان أراس كفست وكدع قبضها إذا البدن عجلة دي إيراد أنا حنوبا هانا هبلس يعيار سينا نركو أما وفنان كي حاله لك يعني هيزيزا سوء عشان يهدأ تراهد أنا ماشي أتفديت كان كما شهدها حديث كان هذا مالك الوضوء كاي وحديث صحيح حديث وحو موجنا يا الله سبحانه وتعالى مرك انه نويدين دون قضبك وقضبك سديدات موجنا ايمانك انه ضعف وكجر وعيابها ضعف موجنا ايمانك ايمانك انه كجر وحا موجنا قضبك سغالات قفك انه جعلاده انه دد كدح موقده ارغان وحو اسو قيبسمه دور اريمود كو وحو جعل يحي انه مدح نقضه ان اسغا لا دمبيه هدو كرسي إساقة وايانا من إساقة حقال كيسو الله ربا ماشي ما أنت تنوى حلقة مجلس كأوفا ديو إنو كاقشة كيئون كليا ننك مرشحة كأه تلك إساقة وكبشي هدو إساقة وايا كرسي ننك هذا كوو وضا ننك الو ربا حقال كيسو إنو ماشي وقالو هداد أركتين إن هوشا كليا دات إيكوه لي إيمانك ضعف باكو جرة ولذلك وحلو صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرسون على الإمارة كرسي آد بادو رادين دونتان بويري لكن قوما ما إن قندونتا مركزو حيري من نوجسا نعم الله هاتي وحانا باس لها هذا ميت قويسة وناس قويسة بمعنى مر الفسير صلى الله عليه وسلم وحيري أولها وحال الله سعودة يعلم هذا مركز الفسير وحير هذين إلا كرسي مال بالله سعودة جاه بالله سعودة شرف بالله سعودة
وقدام بيننا واحد اللي يريه بل بقى انت ان هيستي دل ريشو ايو ازدبقل ايو وحاسا كدام بيه رسول الله عليه وسلم عنها مركو تمامي. ولذلك إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة هذا الدونتان وإذن شيء إدقائيست نبي صلى الله عليه وسلم حديث الطبراني بورسيح الجامن وكسو أرور أول كذا وإسكاب قبص الشو مرحلة الله بعد ما تحتني ماذا ويروا قوامه مرحلة السدحاد ويروا عذاب يوم القيامة إلا قفك عدالة ما يمهان ويابها موضوع عن سوحس قليل وحاكم إذا هذا داركت مر مال مال السجوج ماذا فقارة هذا مركز فريستان إن أدمان تبن أدي إن هذا سيد أربتي قف في الله حلا السوق وحنا بقول جدي تخصص كل تخصص كستال الله قال هذا كهله إنجنيرين بالله قال هذا كهله ميرسين بالله قال هذا كهله وح كستب وح تانين في الفيلسوف قاموس عنا يا تأذى هله شركة هذا أنا هين مين مش إنك سوء تمجلين وأكو أمر تعلين إسا إيمان كذا ضعف جدرا وعنا لقى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير صلى الله عليه وسلم إسك إلى لاتقوا هذه المذابح بمعنى المحاريب محاريب تنوح الكوفة في رجلين وماشى صدور المجالس مجالس تفقر ياشى اللي سقي ماذا قف كأنه كله يئون وحكى الشيخ وحيا بها الله أقوان سنة وحكى ماذا قف كمركو جعلها إن ذاتك ويستاقان مركو مين لي ماذا إلا وحا كوكو جرى ضعف في الدريم يسيت وحربتا ذاتك أن إنه كو يستاقان هذه قلوه سبحيه هذا صار لقول لي هنا نوعا ما وحلا جاي بقى هنا نوعا ما هنا فرقة تورتي حالا ده وحلا جوا قنصة إيمانك إنه ضعف وكجرو ويا بلوا قنصة ده حكم إذا قب قدر كتب ناد جعان ذيق اللي حجعلان يكون دقيتان يجعان تاذو أنا جاب كأذن ودرين إلا اللهم إن فير لقول رفت مويانا سكل أكون دقائق زين ملا حالا ده مركز لشكو أرك ضعف ما إيمانك كجرو وحي رسول الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا بخل إيه إيمان لغا ما يابا قلب مؤمن إنه سكوتكان حديثك أوحى ورين نسائيه صحيح الجامع وكسعر الله بكون إيه ليه بقول تدباتني سيدات مرة بقى لغا ما يابا إنه سكوتكان ولذلك أوحى علماء وحى الشيخان وحاجرة أما حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحير إياكم الشحة ورسك إلالية بخلية لحجع لذا إسك إلالية ضدك إذنك إذنك هريك تاسا هلاكتي بخلي بو فري إنه جعانت مالك كودجان ويكودجين قرابة إنه جويان بو فري ويجويان كديم وحو فري إنه فجور لي ماذا فجور بيكودعين بري سد حرمات بمركز مري حديث كان واحد لقيا بقى إن لقفه مو سد هذا معنى بخيلك إيه لئيمك إيه شحيحة ودحية بخيلك ديار أمها إنه واحد بحير لئيمك إنه إسقى واحد بحير ديار أمها لكن مالك دتك الغربة شحيحة إنه واحد بحيه مرة بو مالك ذات كان هو الربا قف كلا جيب كيس إنه كم أحدنا ما جعل سد هذا بحديث قالوا هو مراحيش سد هذا شحيح واتن وحول يكو أمرهم بالبخل فبخلوا تيسوا كل دقيق وأمرهم بالقطيعة ذات كلا إلا سيود ديدة وأمرهم بالفجور ذات وهرت عليا ومعنى ذا مركز لقفها مكر حديثك ولذلك الله سبحانه وتعالى عرها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل وروح اللي من كوكو ياري وإنفاق في سبيل الله ولذلك آيات القرآن كما حيث في سورة البقرة الشيطان يعيدكم الفقر مركا الليه واحد بحية سيدان باوحد الليه وروف عير بان دقان إساك إساك مركا أرن وسيدان وكتلين يو وحا أرن كاد دليل ويها إنو ماشي إيمان أنو جرين إيمان كنا مركا وضعف وكجره أرن كو يتمناد اللقاء قوان سنة إيمان كنا وضعف وكجره وحا كم إذا قف قوحو سن سمينين إنو إرادة وان سمينة يا قرآن كو آيات وحا أهدي أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحيدا سمينين ما حاول الذين وسمين دونا كو يتقدم كو يتمناد واكا هدي لا يسكو أركو آن يسكو أرقنو إن بلانتين أي بلانتها بلانتين لغي شيء يددك أي بي أم تلو يقان إن شاء الله بكل يصنق بكرة هذا ما علي سد حدا ويسكو كان يا هذا جس أركتي إن هذا بلانتي هذا كسو بحين إن بلان والبوت قشيد أدوب يالي سمركة أركتي إيمانك أقضح في وكجرة قضب كالبي يتمناد قفك إنه كفرحه ديبك كوي ماذا ولا ليه مسلمين تاع مسلمين ما مال الجبي ضد بال إريدي ضد بال ديب كوي مد دون إذن إله سبحانه وتعالى وبلاري دع الذي يقول كذا وضد بال وجو ماذا يا عدل درع كسعته إنساف كيف اللي قتجي هذا درك تارك إن هذا أندم قنيني إيمانك ضعف ما كجرا وعياه موجين وح كمذا ضعف إنه جرو قفك مركو دم بيجا وصمينا يو أما فعل مركو صمينا يو وكفيرين يا أنكلي ما الدنبي بقى إيجا إيمانا يمس الدنبي معه وأنا سؤال علماء كبضنا الحكم للشيخ
مثلاً إذا مكراهية يعني ديار أمة إنه كويديو قفرت إيمانا يكويدين يا ملا محل يجيك بهاي هرت كويدين الدم بيون وخد عين كلا بس مركز كويدين يا أداة تراهد واحد أداة تراهد أرنك ما بنا نقوله مكراهية وكراهية مركز تروح كراهية ده إذا ما بضنت هاي مسه ويرته هدي قفك وجاره هير دنوبته إيه لسه هلنته وجاره هير مركي دنبي وقال يا أبي وكير هذا دنبي وسق سو جارن كليه لا لي ولا عليه مثلا ذا وكلا عرنت هدي كذا إلا ذا ولذلك رسول الله عليه وسلم وحيري فما وقع في الشبهات وقع في الحرام قفكي كدعة وحيابها لبدا سهدين قد حي حلال إيه حرام حرام بكدعة بيريون في السمامة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث وكير واحد يعد أنت يوم القيامة لا يعلمن أقواما من أمتي وحن أجان دونا بيردد أمتي ذا كم ذا أو إيمان دانا يوم القيامة وعلى إيمان دانا جبال تهامة بورها تهامة عمل لأك أو عد أو آد عدام بدن يعني هر هر كي جارس زيهم لكن وحي رأى فيجعله الله هباء منثورا لكن إلهي وحي كدي عماشة صدا من وحك سوقات لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكو أرنك ويري كدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم با استاقوا وحيري ثوبانها وحيري يا رسول الله سفهم لنا حلهم لنا أو دلهم لما في روايات رسول الله نصف ذات كثينا وقانا رمنا من أعمال فربضان لئي من دون يوم القيامة أعمال جيسنا لديه دون وحكا سوقات ملح يا رسول الله من هم أرن سهلا ما مركز زحيري صلى الله عليه وسلم روح الله يحيري ذات كوا ولا لهم بوري هرقين ادوب كين ليهم بوري ليل كساء اتو كتان ويؤتو كذان وصلاة كمتكتو لكن بربلان كهي سائي محويا مركز محارين تإلهي اي لك للنقضان بين وابيالين marku kaligii yahay xumidu doon sameeyaa guriga markuu joogo waxa laga dadka markuu ag joogo inuu yiraahdo naga wareejiye qanaadka kan naaqaban baa soo galeysay kaligii markuu yahay uu sito dadka markuu ag joogo waxa laga inuu yiraahdo naga daayo waa xaraam laakiin markuu janis rale inuu xisi wato hadaa is aragtid inaad is diwaajiye leedahay dadkana waji aad kula joogtid marka gaar ju joogtidna waji kale aad leedahay iimaanka dhaafi baa ku jira waana arindi baa tadeeda leh oo markaan u badanahay walidaalika masaladan iyada masala muhiimadeed u baahan weey وأنا مهم اللي جبر أروى أرمى صوكلا أرن قال أنا جد باي واحد محيلة أنت أنا كجد بين صلى الله عليه وسلم أرن قال مركو تمام وحير قفك مو منك أه مرو تمام حال المنافق مرك اللي قال ابن مسعود ما ولد جيدا وحير قفك مو منك أه دم مركو كل عيا وح وأركا إن بور أي وضو هاس فديو أي ساعة جزء دجانش لكن قف قفك منافق أو واحد مداوي تقصي ساعة ودي عمر ساعة سكيني وحوين لما هدي dambi yar markuu ka dhacay aadan wax weyn aadan ka dhigan oo noocan ma aadan hadigii salafki aadan la maro aadan dhihin allah ilaa maanta meel xun baan aaday wax xun baa iga dhacay haddii arrinka aadan u damqan oo saad uga shalaayeen arrinka waa khatar ku jira arrinka 14aad wuxuu yahay macruufka wax kasto wanaagsan oo la liido diinteenana ma sheegin in shay macruuf la liido macruufku waxa la jeedaa camal yar ha fududaysan meesha aad fadhid haddaad aragtid kursiga aad ku fadhiday nin muslim walaalkaa meesha soo mari lahaa inuu cirinkii istaago leex xafudaysan una niyeysay inaad ajir heli doontid sallallahu alayhi wasallam xadiithu wuxuu ka laa taxqarana min almacruufi shay'an wanaaga samaynaysa yaraysan ilaahu aad ka dhigtid qof muslim walaalkaa waraabdoona oo weelkiisa biyo aad ugu shubtid ilaahu arrinka uu noqdaa qof muslim walaalkaa kaa soo horbax waji furfuran aad kula kulantid intaabaa kugu filan xadiith waxaa ku soo arooray nin baa wuxuu soo maray waddo wuxuu ku soo maray laan geedeed oo saa markaa meesha u dhaxtaal wadada dusheeda markaas yiri maanta waan ka leexinaa bar wuu ka leexiye fadakhala aljanna jannu ku galab yuri sallallahu alayhi wasallam xadiidka muslim baa wariyay walidaalika in macruufka la liido shaydaanka ayaa ku farxaya wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam xadiid waxa uu ku yiri shaydaanka waa uu ka quustay an yucbada fii jasiiratikum haadih wuu ka quustay in lagu caabudo وفي رواية واحد أيس وفي رواية آيس وأنا إيش كم معنى وكقصة لكنه رضي بالأعمال ما تحقرون رضي من الأعمال بما تحقرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحاس كفلا عملك كان لي ذيسان هذا مركو قفك وصاق السلام عليكم مركو يري هذا وعليكم السلام ورحمة الله إذا مركو كتك أنت سشدان كفلا لا برقع السنة تحيد المسجدين كهرت أنت سكفلا خير مال الله يؤتي قابد أنت سكفلا انت وتفسيرك كواد علماء ايسارين رضي من الاعمال ما تحقرون اما با ان لا يرادو شيء وقف قف فضيستو دنبي انو كدغن ما كا معنى هذا وي او قاموسك marka noogu jirta رضي من الاعمال ما تحقرون انا كشني تبنات قف انو سن لفل جلين قضايا المسلمين
تي هره waxa ahayd inuu san u damqan laakiin tan waa maxay ala laqal duca loo baahan yahay qof muslimo walaalka dib ku yimaa duca lagaaga baahan yahay ummad baad dib haysta duca lagaaga baahan yahay laakiin hadii aadan kala jacleyn kaliya aad u damqanaysitan adiga ku taabato tolkaaga soo gaarta mooyana wax kale aan ku xisaabsaneen iimaanka dhaafi baa ku jira ولذلك صلى الله عليه وسلم حديث عوكيري إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد قفك مؤمنك ذاتك مؤمنين توحي أغجرا بوسك مدح أجرك أغجرا أغجرا أكلا يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس قفك مؤمنك وقدم قضاء حنون بودر ما ذاتك مؤمنين تمركب حسوك قاران سيدا مدح أكو حنونة جرك مال كمدا مركب حنونة أكو حنونة مال انفرت مركب حنونة مدح وسوق قلية لوكتا كو حنونة مدح كو حنونة نير فورد ويسكو حرين أدنى الساس وكلا لقا قبهانية هدي قضايا المسلمين وما لها كدعية أو أخبارتو أن كم قلنا آني نقاجين أرنكا مركب حموجين ضعف إنو جرو وحيابها ضعف إنو موجين وحا كم إذا ذاتك مسلمين تولا له كلا داتا لما نين أولي قد سوى سعين جري لما الروح أولي قد ودى جوغ جري أيا وحا عركيسان ما نرن إني كلا ديدان هبل الحق وكبحيان هبل الحق وكبحيان انفصام عور الاخوه مركي تيمادا وحو موجينا ضعف الاخوه ضعف وحو موجينا الايمان حديث با موجينا وحو ليه ما تواد اثنان في الله عز وجل او في الاسلام فيفرق بينهما او بذنب اول ذنب فيفرق بينهما اول ذنب وحو صلى الله عليه وسلم لا بروح الهي درتي اسكو جعلاده مركي كلا تغيان وحا اي كو كلا تغان ذنب ميدكود او غلي روايه قاركود موجينا waxa laga yaab inay tiraa hebel waxaan ka sameeyay aniga ma aqaan intaasaan xiriir lahayn saaxiibaan ahayn khayrkan isku sheegi jirnay meelaha khayraadkan isu bahaysan jirno isu aan tagi jirnay wax kastaa naga dhexeyn jira laakiin ninkan waxaan arkay laga bilaabaa maalinta inuu salaantii la garab marayo gabar baa waxa la walaashay muslimada ah intaasaan wada dhaqmi jirna khayr baa naga dhexeyn laakiin maanta ma garanay waxaan ka sameeyay way oraday waxaa loo baahan salafka waxaa lagu yaqaanaa inuu isku laabto qofku yiraa yaa dambi galay ميت كود بعد ذنب الروايات قارقود عليه بذنب يحدثه أحدهما لبدو ميت كم إذا ذنب أو قالي باكيني كر لبدو قفود أنا كلا تجين ذنب مركو إيمانا إيمان كبار داو عمي إيمان كمركو داو عمانا ضعف ما ماشي يمدو معناه ومي مركا ولذلك صحابة الرسول الله سلف الأمة على قبيقة نحن ليه حدي أن درى مدى بذي بإناني دقاقين واسم راجعين جلو حان أغان جلو إنو ذنب إنان قالي مركا أرن ير مركو مقوعد كاذي إنو ذنب جلو أغو ذنبنا هدو ماشي جلو ضعف باجره arin kala sidii 17-aad wuxuu yahay qofka inuu san dareemin mas'uuliyadda saaran ee diinkan ka saaran waxaad moodaa khayraadka dadka loo sheegay inay kaliya u qaabilsan yihiin afar wadaad oo cimaamad soo qaata waxaad moodaa inay u qaabilsan yihiin kaliya maraakiibta islaamiga ah laakiin dadkeenan average ka meeshan fadhiya ee muslimiinta ah inaanan u dhaqaaqin haddii hada diin yaa ku diiday inaad aad qaadatid kutab yar oo luqadda dadka ay fahmayaan ku qoran inaad u geysa guriga aad garaacdo tiraa kitaabkan qaado islaamku ka hadlaya maxaa kuu diida luqadda ilaahay subxaana wa tacaala ku baray inaad u adeegsid inaad diinka ilaahay ku faafidid maxaa diida afar cajaladooda wadaadooda ay duubaan in qof aanan tukan waad ogtay inuusan tukan iyo dad oo ku ciyaaray inaad ogta axkaamta ilaahay dad baa waxaa jira isqaba waxay isku qabaan aan la ogeyno talaaq iyo furin aan kala aqoon ugey cajalada talaaqa haddii arrimahaasoo kale aanay ku dhaqaajinin dacfi baa jira iimaankii maxay waxaad aragtay in waxaan rana an shaqadaad aanay ahayn saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam arag at-tufayl ibn amr ad-dawsi hada as-sahabi inta u dhaxaysa arag markuu islaamay markuu dacwada u dhaqaaqay muddo yar baa u dhaxaysa tamam ibn athal waxa la sheegaa ninka kan wuxuu ahaa ahli yamama ayuu madax u ahaa waa la soo taxabay rasuulka loo keenay kadibna geed baa lagu xiray kadibna islaamkii baa loo bandhigay ilaahi subxaanahu wa ta'aala baa nuurkii markaa qalbigiisa ku tuuray kadib markii ugu horeysay uu maka aado cumru aada cumar markuu aada kadib buu kufaaru quraysh xudba u jeediy u la hadlo dhammaantood wuxuu yihi dhegaysta laa yasilukum xabatu xinda min alyamaama xataa ya'dana fiiha rasuulullah sal alayh wasalam idin soo gaari maysa buu yihi xabba sareena oo idinkaga imaan jirta xaggaa iyo meesha idinkaga imaan jirtay ilaa rasuulka uu ka idma buu yihi laga bilaabo sacaddan buri islaamka idinku tadbiiqinaya ninka kan waa la soo qabtay shalaa islaam loo sheegay maalinta kale wuu cumraystay maalinta kale wuxuu taagan yahay darajo ah uu leeyahay islaamkan ka turjumaya waa mas-uuliyadda loo baahan yahay waana ha la yaabin in layidhahdo dadkaas waxay mutaysteen janna fulaan un bashar biljanna isagoo dhulka soconaya in layidhahdo hebel waa iimaan soconaya ha la yaabin maxaa la islaamka u damqan jiray waxaa laga yaabaa muxaadaraadkan meesha lagu sheegay inay tahay un keliya dhegtanna geli tan kalena ka bixi laakiin qofka meesha uu kaga tago
لكن مركي نوتيس كقفك وتوقفك مسلم كهكلا أن جارن ولضب قال مركو تلفون ودوري هذا خير كاس باجرة درسي مسجد مركا كوسو دغيس اد سي سوتين انت انا ادم فريسن نسيدي مشينكي اما شينيدي او كلا ماندن ادو شقيسو ادن استاغين الى سبحانه وتعالى مركا كو غرغاره وحيابها مودين ايمانك انه ضعف كجيره وحا كميده قفك مركا مشكله دير اي تيمادو هو ارغغخيا خلاص ولا سو غلي بولي انغو دم با ارينتا كا ودا سيمن ترتعد فرائسه اسغو دم با غريره هو جراني ارينكا دم ويس بدله ايمانك لو جيسانيا عشان ما شن بقول جرب بقول إذا ديتهم بوجري حق الوجي سنة هذا دركت مسألة ير أما دع ضير المشكلة ير مركي تما هذا إن المركي بيكون رجيس مالك الأوسعة الإيمان كان الضعف بيكون جري أقوى صلى الله عليه وسلم حديث كنت ما معنا صاص وكلا قفك مؤمن كوحي به الويقان إن مركا وقف سجن وياه وحي به الويقان ضعف الإيمان كوحا كما يقول سجالي تمنات قفك إنه ما أنتن ضاضة علم الحديث جدال عقيم وضاد أنا مرن أنا لهين ما أنت لهم الدودة وحكم الدودة ما تقنع قارب حكم له كالي أن ضادنا وهي كم إذا مفردات كان نقص صبيري مركز تقال ضايد عين كالي أن ضادنا كالي أن مرن قل كضادة قل كدت في سردني قل كهب اللي جور الدين واتبال تقول نجيب عن ضادنا صلى الله عليه وسلم حديث أكيري ضد ملو ما بيرهنون كذب إلا وحال سيء الجدل ضد ضد إلى سبحانه وتعالى في ابتلية حديث قال نوح المودين صلى الله عليه وسلم إنه يري أنا زعيم ببيت في ربط الجنة وعنك فعل قادة يجري الجنة كيالة لمن ترك المراء وهو محق وإن كان محقا قفك كتك الضد إيا إسك هذا الك حتى هبض ضومت بمعنى هير حتى أداد جوكيد أد رنتي أد محق أتهاي إن الضد يأدقشت حتى أتكتكت إلهي دلتي أو أتكتت جنة الغوب بلن قادة جنة ذا وحي كو حرنتها ماشان أتكن عن علاية ذا هدك بكتن جوجي انت سا جنة ذا حكتها حداد إسا ركتين إنا الدوضاء أدحسيني دلك قاركين وايد دوضاء محل غيابا وأنك عالمك سويري يجادل لذات الجدال وعلى الدوضاء بو مغلو الدوضاء مؤغة تامها وكدولي أما جنتها وكهالي ننك نهرف دي وحي سكوه استان مؤغة ومر ما يمان تبن وحي ربا ماشان شدينا وكلي وشدينا أرنك عمرك وحي موجينا يا ضعف الإيمان وعيابا ضعف الإيمان موجين وحاكم إذا قفك ما أنت دان إن الدنيا موين وحكلا بأنو الرادين ما أنت دان من الصباح لليل شلن بو رادين قاموس كيسا كوما جرتو كوما بجر بحرك عيله اللي اتكال جدول كيسا يوميقا كوما جرو هل صفحه أو قرآن إله إلا الله فرستو تيميه صوتنا من الأول إلى الآخر 24 ساعة على مدار الساعة كوما جرتو هل مروا إله سبحانه وتعالى استغفر الله والإستغفر كوما جرتو ولذلك صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب العبد في قلب عبد الايمان والحسد حسد إيه انه قفك وحاسد ونقضه الا ما حيله مركه الدنيا الراجل يشرك بها سحغانيسان دك مركه سحغتان حاجه حاسد با ايمان يا لبدان قلبك مو متى سوما تغو وحيابها قضبك الى واتمنى وقضب خطيره قضب كان و خو غار ويهاي دك متعلمين تا مثقفين تا قفك مركو هليه إن أذل كي سبع أن لو أركن آية دي حديث وفر يا مانتا دان قال فلان جريد فلان با وحي تري جريد فلان با وحي تري مفكر كي فلان با وحي تري آية دي حديث بلغو مهي مانتا دان وحالة يا وحالة يا با خمس ساعة ست ساعة دي منك ماشا فلين أما ماشا بآن فلين هو أركب ثقافة ذا إيه وحيا مان تنوير كي يكون مقعابان أما يكون مقعابان البحني ماذا يكون مع إن لو أركب مانتا دان اللي قال فلان بايري آية دي حديث بلغو هي هدو حديث كان ضعيف هذه ضعيف لله أنا وحلي محل ضعيفي هارك مركو قفك وجاره وعدو قاتا إيمانك ضعفي ما كجرا قضبك لبي لو تنادو عيا قفك إنو اهتمام جاره سين نفس الديس محرن لها محرن لها ما شو دقي لها وحمان تنا نكون مشكل سين كماليات ضروريات كما ضروريات ده واحد داد ويريد قفك ولد أول مرة كماليات ده واحد داد هي شيء داد هيلين وحوين أنا هاي كماليات نكون مشكل سين لبا إلا باتن قضب وأما والله باتن إلا با 22 22 قضب ما شك الشغل هذان إشكو أركام هذا إشكو أركتي وحد دقاتا إيمان كان ضعف الكجرة إيمان كان ضعف الكجرة أسباب محا كان يمرك إن ضعف في جهار إن هار كأون لجار محا كان إيمان كان محا هاصل دقيقة وحيا به هاصل دقيقة وحكم من الكو قفك أو كفك أجواء ذي إيمان جاهي ما لها إيمان كله هاي حتى واحد دريمة إن مركان ما لها كل سجون نمام أو علمه إنه هرف فريستان وكلمة خير إنه شيء كان
أضو آذن دريمين بقى إيمانك أكبر أسي كعيا محايا لو حتى قوم ماني سخلاتك أدقشي خير آذن سمينا والتمنية يساي وحد ومن قل تاقي سوحا لنا مرعون جانس بوهل الدوانا عن سمية إيمانك أسي كعيا مدمر كاد موقعت إنه هاس بوسي داد دقية إيمانك إيماء الأجواء الإيمانية أو اللي قفق هذا ماشي خير كالوها أيا كان إيمانك إنه ضعيف ونقضة الله سبحانه وتعالى قرآن كوحوكير ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ما نيكسجا ميان كدوان قال يها مؤمنين تقلوبتو ذين يخشع ذه وقلوبتو ذين أنججين وأنا لم نقل ذاتك إياك كهر يهودي نصارى مددي مركا يكون داراتي واسك حريق فطال عليهم الأمد بمعنى مد دورة أو يعني عن القياس كريم بس هو ركتي خير كي يكون دارات ولذلك يقول لي أحد الصحابة أيضا مركا يسود دقي سي مركا لنا عنانا يعني مركا عن إسلامين مركا عنانتا نوتمين إن يرون باو دحيسي قال روحي ليهن مركا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريوذي إيوه نوعا ما بعد أن ضعف مركا أن ترى إير بقى أقول حيس وأنا إيمان ضد مسألة صاص وكلاء أو تلمام يعني القدوة الصالحة مركا أن يقدمه هدي مركا أرنك مركا وحمودين يا الابتعاد عن الواجب إيماني هدي لقاه ما لها خير كا إيمانك ضعيف ونقرية سادرت وأنا ديالة مال شقك استاذ هذا مزجات بحر أنت وأنا ديالة وأنا ديالة موسم خيري أضدك مركا يسقي ما وأنا يا لنا شيء إيمانك مركا أقر قضى كله بعد أصاب النقضي إن إيمانك ضعيف النقض القدوة الصالح قف وقف كان قد إذا ما بلها بقى كل إنسان سعد إسقى الشيخ إسقى كتابه كله فورة مسألة ما شو ضان وضيع إسقى الشيخ إسقى ويقول لي الدين كان واسكومنت إسقى صاد ضد وإلا هيك عبسو كدمنا عقلك الدين كله إسقى خلاص ماشي سوء تاجن تفدود بس قلت كي مركو القدوة الصالحة هو ضعف بوزوج لأن واحد مو باهنا قف نيرا هذا واد خلدن تين وسحسنتين نديرة جليا نعليا نيرا هذا هرو دقائق نبهنا تيها دي لو أنا ضعف ما ماشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركو جريودي الله آسي الله حبالي قلوبتي أنا عيان إنكرني إنكرني وح ولا جيران قلوبتي أنا وح بقى إسكب بدلي وح موجين إسا وأنا صحابه دينك أجيدين بالله وقفه خيرك أجيدين بالله شاك جهادك أجيدين بيتاك نايل رسولك وليقد ما أكفارق ومع ذلك وحيلي مركو رسولك جريد وحباسك كين بدل وليالك قاركود مركي سفينة وحيليهن كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة وحيلي المودة سيدة أكل الرمان أكل هبابين وحيلي المودة أري داقية هبين مركا شتاء أجره وقبو أجره رامنا أدعيه سيدي ميدو بدقيش كي أستاقي سيدي ميدو كلا وغير ديراني سو ساسو كلا نقضان بي رسال الله عليه وسلم مركي ودقيريو ذا كدب صورت السدحات قفك العلم الشرعي إنه هرتك ديراني ضعف الإيمان بموجينيه اللي هدو حمكال لين أجواء إيمانية أجواء إيمانية ومحسيدة ما يشانو كلا منتديات كان ليسو بي إيمان لكن علم الشرعي مركو كد ديراني أقرنت كتب السلف مركو كد ديراني oo nabar ilaaha sugnaanshaha lagu sugnaado iimaanka ilaahay iyo diinka ilaahay lagu sugnaado iimaan iimaanu billaah wa diinullaah nabar ya hadaan ka dheeraano dhaqdi maashi iimaanay walidalika kutubta culumada ayaad u sheegdina waxa kamida kutub ibn qayyim al-jawziyya kutubti ibn rajab iyo wixii lamida qofkana uu yareeyo waxyaabaha fikriga aad iyo aad u yareeyo maxaa kullama kutubta salafka turaadka qofka uu ku xiran yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankiisu barakeenaya walidalika waxii diijirin ahlul hadithi هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا أهل الحديث كعد أركيسان وأهل كي رسولك هدانا إساقي لجوغين أنفاس تيسوحي أفكي سكسوا بحي لجوغين بيلان أرنك أفراد أقفك رنتي صواب أنه قنك رواه محي إساقوا كنول أما بجوغة مال معاصد أيكو بضانتا قفك مركو فريست مال متكن الرسولك أول عنضيو متكن دينتو وحكشيغيو كان أوسيقار وكدامينيو كان هرتيس يكون قليلا يو مد وحو الضان وكل شيء جاي مركو الجوجا قلب يجي صدام وتأثير بقلي باقلي يسوق دم بس بدله ما حضوا علينا إصادات كان الماشي الدجن وإذا عادي أنا لصالح الدين أنا هين تلفزيون كي أنا هين مد دين كشيء كاني جورنال كي وحقا قوان يكون مسورين وحد مغلس الإسلام وحلاج الشيء جاي ويا نيك جيس كاجا جوجا أن لقوا أجين إيمان كي وحلا أنت صدام مركو يسوق حتى إيمان كفاس بقلي ولذلك وان أجنا dadka aan meesha jooga iyo dadka afrika jooga u dhow meelaha aadaanka uu ka baxo iyo wadamada khayrka lagu hayo farq weyn oo dhexe heer waxaan gaarnay marka la adimo xitaa aan naxno oo qofku yiraahdo ma adin kor loo qaado xitaa aan maqlin
heerka marka la gaaro ama xaaladda marka lagu sugnado iimaanka wuxuu hoos buu dhacayaa waana asbaabta keenta walidalika sallallahu alayhi wa sallam aan farbado markuu baraarujiyay waxa kale oo sabab u noqon kara qofkii adduunyada markuu israaciyo sallallahu alayhi wa sallam xadiis waxa uu ku yiri xadiiska wuxuu ahaa waa xadiis sallallahu alayhi wa sallam uu ka soo xigtay allah rabbil caalamiin ee xadiis alqudsiya lagu magacaaba إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مالك وحن نسود الجنة صلاة إن لقوه زكاة إن لقوه ولو كان لابن آدم واد ابن آدم كهدون الله لها وادي رواية كاركود والذهب بيمو جنيا ميت كلا إن لقوه دارو جعلان لها لبه دون الله لها مستد حاد بوهن قلتاقي لها مركز سير صلى الله عليه وسلم قفك بني آدم كأه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا ابتس مبوحي إلا التراب مويان حديث يا حديث صحيح الجامع مركا كوسا أورورو وهي أبها إيمان كهوس دي أسباب تكين توحى كم إذا قف كيسو هو كم مشكولة مالكي هي زوجتي حاسسكي هي مالكي هي محستي هي أولادي هو لها سوق القف كمرك كم مشكولة إيمان كهوس بودعيا حديث بان كوسا كوبا صلى الله عليه وسلم وصحيحة حديث كهوس ولا صحيح الجامع كوسا أورورو كوسا قال بقول سجاشن ونمبر كيس واسدة الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة بول صلى الله عليه وسلم المها عليك هذا الشيء محزنة مروك بيكو كان مجبنة فلني ما يكوكو بيران مجهلة جاهلي ما يكوكو بيران مبخلة قعنا ذيك بيكو بيدان أفر تابوري صلى الله عليه وسلم حديث وحديث صحيح هذا نبح مجبنة أما أنكب الله مبخلة نول بحوز لي شلين كأوبحين لأفعله كودك إلما كادم بيا بخلي ماشي سكي ماذا مجبرة هدي جهاد إلهي خير الله بحول يا مي ولا قدم بي أولاد بقدم بس كل اللي ماذا ماشى سجلتا مجهل هذوح برا لها وحول إسلامي وحنكم بس كل سنة أولادي ما ماشي خير كل برا لها شقكم لها إمي سوى برا ناس مركى جورسين قلالو بحاي وحول صلى الله عليه وسلم محزنة ما أنت العلم إن الماء هذا الشيء ببير مركو كوي ماذا ما أنت المروبك وقمانس أفرت الشيء أيا صاب أن قنكرة إنه إيمان كهسودع ما حال هدي فلان إيمان لجاهل بخلنا لقاهل حزن جاجا ما لا يعني كان أبته جهلنا لقاهل إيمان خاص بودعيا يوحي لم يذول ذلك صلى الله عليه وسلم مسي جود قلينا فاهم فربنا بو أنك مركب كبحي وحنو قد بينا محاد دوا نور نقم كره هذا قرني أن سجاني إيمان كان إنه ضعف وكجره أن أجاني أسباب تكن تئن إيمان كهاس ودع محاد كده وين كرنا ودوانا الرادين الرمانتين دوا دوا بسيط intan dawada aan ugu gudbin waxaan rabaa inaan tilmaamo arrinkan horta cudur markuu yimaado dhaqaatiirtu waxay ka hadlaan ugu horeyn horta ma la daweyn karaa mise lama daweyn karo dawadiisa ma hayna mise ma hayna mise dibadda aan u raadina hebel ma wadankan baa lagu qala mise wadankan aan u dirnaa laga hadlaa horta waxaan ka hadlaynaa arrinkan aan ka hadlayna horta ma la daweyn karaa in la daweyn karo dhowr qodob baan ku muujinayaa sallallahu alayhi wasallam xadiis haakim uu ku yiri mustadrika sheekh naasna silsila saxiixa uu ku sheegay 1508 ishan buu wuxuu leeyahay ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم ايمانك باليوبا ودمادا ايمانك لابتينا كجر ودمادا كما يخلق الثوب سيده مرض ودماته كل ودماد فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم الى واحد ويديستان ان قلوبتينا ام ايمانك قلوبتينا مركا او كعسبونيسين حديثك و هو نوغ بشاري ان سورته قال ايتا ايمانك الا دوين كرو ضعف الايمان الا دوين كرو اي نوغ بشاري حديثه و هو نوموجي بمجرد قعمها قران او تاغنو ان الله سبحانه وتعالى ايمانك نو سو علينا يكو قدب كلبات و هو صلى الله عليه وسلم حديث كلا وكيل سلسله صحيح وكو شغل 2200 شيخ ناصر و خيره ما من القلوب قلب الا وله سحابه كسحابه القمر مجرد من قلب الا وحا اسكو غدبتا ضرور با اسكو غدبتا سيده ضروره تضيعها اسكو غدبتا او كلا او قريدو كلا مركز بينما القمر مضيء إذ علت سحابة فأظلم يضا الضيح أساء وإيفيو أيا وحا كو إمانة الضبور ضرور بأسكو قد بيسا كد منه قد عرابة مقدمه النقانية إذا تجلت عنه فأضاء مركا أي كفة إذا انتو ساء وغلا حتنا وإيفيا أرنكا وركم موجينة أبو نعين أسبهاني وشاقي أبو نعين في الحلية وكو شاقي وحو موجينة حديث وحو موجينة قلب قصود نظيف فيها وحا كو إمانكرتا وح مركا كو إمانكرا مركا أسكو قد بأقريا سذا
dayax isugu ifaya markii hadii nalkan ifaya marasa loogu hago qala markii mugdi uu noqon mana noqonaysa maasha wa hakada iiman su qofki iimankiisu saa u shidan yahay aya hal mar wuxuu noqonaya qof iimankiisu soo dhacay waana xadiis rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam marka arinka wuxuu muujinaya inaan laga qoosano ay jiri karto ama ay iman karto fursad ah oo ilaah subhanahu wa ta'ala nawaafajin karo hadii maanta iimankeena uu saa u noqdo mar un in laga bixi doono arinka wuxuu muujinaya in iimanka la daweyn karo qodobka kale ugu dambeeya wuxuu yahay caqiidatu ahlus sunna wal jamaaca ayaa waxay tahay murtakazaad bay ka dhaqaaqdaa culimmada markay ka hadleen bay waxay yidhahdeen iimaanka marka la qeexayo nutqun billisaani wa wax afka laga sheego واعتقادٌ بالجنان قلبنا رجع اعتقادي وعمل بالأركان حمناهنا لقى سمايو مركز يحيي كدر الجنان الطحاوية يزيد بي الطاعة وينقص بي العصيان ضاع عقف كمركو لي ماذا نكرب أكعى مع سمركو لي ماذا نهصب أدعى وحنا موجنا قوله جل وعلا أيكم زادت هذه إيمانا منافقين تمركي ما شفديان آيات يسودك ويسوي دينيان ورياء إيمان قصة كردي ويسويدينا بمعنى وحا أجيهن إن إمامك كرنا ووقعه خاصنا ودعه وحموجين قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قفكي حمي أركا قعنتها كبابيه هدوسا كرنا أف كيسا عرب كيسا وهكا الله هدوسا كرنا قلبك هكا النوع مركزو حي راسك حريقة وذلك أضعف الإيمان ماشا ودا بيس إيمانك وكا أضعف مركو يري إني مشى جرتان أجن أجنها أقوى إني جرتان أجنها معايلة شيء مركل له لو بس الكيسن وجرة ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة وعلى قصة وري إني دي جرة من فقه العبد قفك إنه دين كفهم سين وحال الوجه إنه دريال قارة وسي إيمان كيسة مع نقصان مع زيادة قفك فقه كيسة وحال الوجه قانا إنه أجاد إيمان كيسة قرن وكعي مش هصب وضعي وحي لم يدر ولذلك وضاركتي هذا مركو قفك السوق ودحمره dumar qaa qaawan meesha ay joogaan meeshan muusig uu ka jiran yahay meeshan film uu ka jiran yahay waa dareemaysa adoo ciriiri dareemaya soo baxaysa qabri markaad istaagtidna aad dul istaagtid oo dadkii geeriyooday dadkii hore loo xabaalaa soo xusuusana qalbigaagu wuu dabcaya arrinkaa wuxuu daliil u yahay iimaanka inuu kordhayo inuu hoos u dhacayo waana qadiya muhiimadeeda leh sallallahu calayhi wasallam xadiid kale uu ku yiri likulli camalin shira buu yiri camal walbaba wuxuu leeyahay waqti uu nashaad u yahay wax kastoo nashaadana dacfi baa ku yimaada markaas yiri qofkii dacfi uu soo galayo haddii sunnadayda uu baxo ruuxa isaga wuu liibaana buu xadiidkii axmed baa wariyey sheekh naasirna wuxuu ku tasixiyey saxiix targhiibka kontan iyo shan nambarkiisa xadiid nambarkiisu yahay intaa waxaan isla garannay in ay suurtagal ay tahay in iimaankii la kordhin karo la kobcin karo kor loo dhigi karo la adkayn karo la xoojin karo inay suurtagal tahay inuu hoos u dhici karo nuqsaano ay geli karto nugeyl uu ku iman karo uu kala daadan karo xadiidku uu aadi karo intaasaan fahmay mar haddii intaa la fahmay maxaan ku daweynaa marka diagnosiskii waa kana ay noo sheegeen salaf hadii lumma kow isku day ee aan isku dayno kullamaa qur-aanka ilaahay aan aqrinana in aan la falgalno aayadaha ilaahay in lagu tadaburo aayad walboona soo martay in qofku uu ku tadaburo allah subxaanahu watacaala qur-aanka waxa uu ku yidhi wanunazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa qur-aanka waxaanu dadka ku soo daadijiyeyna waxa ama aan ku soo dejinayna waxaa ka mid a wax dadka caafimaad u noqdo bogsiiya maadaama dacfigu cudur uu yahay maxaa daweyn kara qur-aankaa daweyn kara sala allahu calayhi wasalam waxaa la sheegaa habeen habeenada ka mid uu tukanayay waxaa la sheegaa ilaa laga gaaro salaati alfajr hal aayad buu soo celcelinaya in tucadibhum fa innahum cibaaduk wa in tagfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim فإنك أنت العزيز الحكيم وآيدي على لسان نبي الله عيسى يوم القيامة وليه دونه إلهي وضدك هداد عذابتنا وأدوم ضاد هداد ضد مدافتنا رب أذا القوية قان أرنك أذا غالب وفلسن صلى الله عليه وسلم آيات بسوع العلم ودبن سنة يا معناه آيات دي بقى كده دقي يسوي آيات والبابا ولذلك وحلقها بقرآن تفسير كيسين هذا نقول سواق هذا ترجمة سواق هذا دقي يسوع علوم هذا آيات كده أي سوء فصيرة يعني hal aayad oo kaa daadagta oo macnaheeda aad fahamtid oo aad ku tukatid waxay ka khayr badnaanaysaa kuwa badan macnaheeda aana fahamsanayn waxaa dhacday cabdullaahi cubaydullaahi ibnu cumayr ayaa wuxuu yimid caaisha u yimid markaas yiri yaa caaisha waxaan u baahanahay waxa ugu yaabka badan ee rasuulka aad ku aragtay inaad ii sheegto markaasi ooyin iskala dhacday markaasi waxay tidhi waxaan xustaa habeen habeenada ka mid a inuu rasuulka istaagay uu rabay inuu isagoo rabay inuu tukado
markaas waxaan isiri akfariiso markaas isiri dariini aayshay maanta iska keyda ilaahay baan caabudayaa caawa faraha iga qaad markaas waxaan iri bay tiri ya rasuul allah inni la uhibbu qurbak inaan ku ag joogaan jeclahay wa uhibbu maa yusurrak waxa adigu ku farax geliyana aad baan u jeclahay markaasay waxay tiri caayisha iyadoo hadlaysa wuu isaga rasuulka habeenka wuxuu sameeyey bay ka hadlaysaa wuu weysaystay waxay tiri salaad buu galay wuu ooyey ilaa dhabtiisu ay ka qoyday bay tiri kadib ooyintiiu sii waday bay tiri ilaa dhulka uu ka qoyay saabuu ku sugnaa ilaa marka dambe bilaal baa u yimid oo yidhi salaaddii baa lagaa rasuul allah soo baxay markaas bilaal uu la yaabay wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma adaa ooyaya adigoo ilaahay subxaana wa tacaala dembigaaga kiisa horreeyey kii dambeeyey buu ku dhaafay markaasu yidhi afalaa akuuna cabdan shakuuran ilaahay miyaanan u mahad celinayn bilaal buu hadalkaa ku yidhi kadib buu wuxuu yidhi yaa bilaal xalay waxaa laygu soo dejiyey aayad halaag baana u sugnaaday buu yidhi qofkii aayaddaa aqriyay macnaheedana aanan dhuuxin aayadaa laygu soo dejiyey buu yidhi waylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha qofkaanan u kuurgelin tafakkurna aanan ku samayn aayadaas halaag baa u sugnaada buu yidhi آياتها وحيان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى أم كيسة ويقوه الرئيس سماواتك أرضها إذ بدل كهبين كي مالنتين intaa waxaa ku sugan calaamado dadka in dheergaratada ay duruus kala dhex bixi karaan waa kuwa ilaahay xusa marka ay taagan yihiin markay fadhiyaan dhinac dhinac markay yihiin aayad walbana la falgala dadkaa wey ayaa la ammaanay markaasuu wuxuu yidhi aayaddu way sii wadda wuxuu yihi rabbanaa maa khalaqta hada baatilan markay arkaan samawaadkana oo ay la yaabaan sida samawaadka u qurux badan yihiin sida ilaahay tiir la-aan u taagay sida sanad guure aan loo rinjiyeynin aanan lahayn hala bedela midanka buluugaa muddaa ka soo wareegtay iyadoo aan daxlaysanin markay arkeen wuxuu yihi maa khalaqta hada baatila ilaahay ciyaar ciyaar arrinkan iyo baatil umaadan abuurin faqina cadaab annaar aayadaha waa aayada rasuul xun sal lay sl taabta bay ahaayeen marna waxay galeen khalqullah marna waxay u gudbeen dikrullah aayadaha marka galeen waxay u gudbeen attafakuru fii makhluuqaati illah ugu dambeynna waxaa lagu khatimay ilaahay subxaana wa tacala la magangelayo waana arrimaha ugu khatarsan aayadahaas marka ay isla aadeen qur-aanka maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala waxaa ku sugan wacdi iyo waciid baa ku sugan walidaalika aayadaha qur-aanka isku midma soo rasul sal lay waslam soo mariyin xadiid shayabatnii huudun wa akhawaatuha qabla almashiid waxaa cirro i geliyey huud iyo walaalaheed iyo kuwa u eg intaan ciradii la gaarin xadiidkaas silsila saxiixa ayuu sheekh naasir uu ku wariyey mujalada labaad 679 maxaa yeelay waxaa ku sugan xaqaa'iq iimaaniya takaaliif diiniya waxaa ku sugan suuratu huud fastaqim kama umirt nebi oo waxaad u toosnaataa sida lagu faray yaa u toosnaan kara arrin sahlan maa culays oo dhan baa dusha laga saaray fariinta ilaahay u bixiyey adoon sarifin sideeda ayadoo ah u howlgeli baa la yidhi waa arrin sahlan maahayn markaasu arrinkaasa cirro i yeela buyi saxaabatu rasuulilahi sala allahu calayh wasalam abubakar isagu wax ka qalbi jilcanaa maba jirinba waxaana la sheegay cumar bin khadaab radi allahu canhu markuu aqriyey ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic cadaabka rabbigaa wuu dhacayaa inuu xanuunsadaa la sheegaa waana xumla laaban kartaa ibn kahiir walidaalika waxaa la sheegaa cumar bin khadaab radi allahu canhu maalintii abuulin almajuusi uu dili doono caada waxaa u ahayd cumar bin khadaab sidiisa inuu aqriyo suurat yuusuf buu aqrin jiray markii uu qur-aanka suu u waday buu wuxuu soo gaaray aayaddii ahayd innamaa ashko bathii wuxusnii ila allah aayadda markuu soo gaaray waxay leeyihin saxaabadii la tukanaysay ooyinta gadaal baa laga maqlay aad bay u taabatay innamaa ashkuu bathii wuxusnii ila allah gadaal baa laga maqlay buu yidhi dadkii oo noocan maa kelmaddu markaa ay taabatay wixii la mid a cuhmaan ibn cafaanna wax hadalla saasoo kale laga soo wariyay wuxuu yidhi low taharat quluubana maa shabicat min kalaami illah way wanaagsanaan lahayd haddii quluubteenna ay tahiri lahayd waxa ay ka dharato kalaamka ilaahay arrinka arrin wanaagsan bay ahaan buu ahaan lagu yidhi wixii la mid a qaar baa waxaa la soo xigtaa in axadu alkibaar inuu dhintay waxaana lagu magacaaba waxaa arrinka ka xikaayoona ibraahim almishaar ibn mishaar wuxuu leeyahay caliy ibn alfudayl waxaa la sheegaa markuu aqriyay walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytana nurad aayadda darteed buu u dhintay buu yidhi
رحمة الله عليه وحكى له مدما وأنا أرين رنتي لباتد يعني وحيا بضع مركة تابان يا كم تاعي وما إلى ذلك من الأمور قاركود حتى مركة أي سجودان أي الله قدر يمجري وحنوجد بينا مسألة ذكر مركة لحير إنت دواء اللواد دواء وحنوجد بينا العلاج الثاني طلبات بنوجد بينا استشعار عظمة الله إن إلهي وين إنكي سلا الدرامة وهبك كلية وهبك اللباد وأنا دواء اللباد إلهي سبحانه وتعالى ما قاعد يسكت شيء تلنا موين بيسكت شيء وصفات بالغو ما قاعد معاني ذا وحي أباهن ينسيد هذا إن الله روح ما قاعد يضع يتلنا ما يشاء إلهي كي مدوا إن هذا الرقرقين وإن هذا تعطيلني وإن هذا تكييفني وإن هذا المعاني ذا اللي فهمي وهذا التفويض وإن هذا اللي الله سبحانه وتعالى وحي يسكت شيء قدن إن الله روح أباهن لكن مركا الله الأسماء والصفات بان سوغيا مره هذا نوى لقاق باهين مركا علماء مروها كما جاء إليه مره هذا لقاق باهين إن الله سميع مركا إلهي سمع مقل أسكتد أقو كلمة كستو أفكا كستو بحث إن إلهي مقلي بصير مركا تراهد إلهي وحبو أركا أقو إنو إلهي كو أركي ووحكا سوى سمينيس يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور مركا سوغيس علو الله جل وعلا وهو القاهر فوق عبادي أقول الله سبحانه وتعالى إن أودي سنة كاسر رئيس عقاب كيس المركع وكاسر رئيس أقول إلهي سبحانه وتعالى سيد ذاتيا ورتبة ومكانة وعكسر وكاسر رئيس شو بين لكاسر رئيس أقول وحد وقعتا كلما أقفك وأقري قوله جل وعلا وسع كل شيء علما إنه إلهي أقيه ملك سدوك الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم على ما يسرون وما يعلنون قفك مركو بستها كوهز جرء سر الرقية إن إلهي الله سعدا إنه قادة للبهين قفكم مركو أقرنا يوم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهي ما دام سدى دقيقة السجن أكرتك وحكس ما دام أسجن أقو فلك السكاس فولي إلا سبحانه وتعالى أقيه وعدك لو أقاتا مركا الله سبحانه وتعالى أوليه حديثك صلى الله عليه وسلم ما يدي أهد وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الهي سوى عقبته ارضضنا ضنبق عندي سكجرت يوم القيامه مركي لقاره ارمها صدا وحا لو باهنها قفكه مركي انيسا اياتها ان ادل مرين او معاني الهي او دوخو اي صفات الهي ولا جيدا اسماء الهي ارغا وحي كبيره ايمانك مركي انو زياده لان ادو اقرين مركو الهي هو كو مقلا حنتي با جوجينيسا الهي هو كو اركا حميدي با جوجينيسا إلهي باكل الصعود وحكى استوى إزدامرين هيد بجوجينيسا وأنا هبك الوجود وين كر إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى أرجع صدحات الوجود وين كر وحية طلب العلم الشرعي دينت إلهي أنت كتقان أي إيمانك ولا إجاه هدي إلهي سبحانه وتعالى كوا في الجيو أو كجرسيو إن تكو عمل فشل الله سبحانه وتعالى قرآن كم حيوكير إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحكب قاؤون الدومدي سحق يدو مرك الله أبحو حق يدو مرك الله أبحو كوة علماء دينك إلهي يقان قدرك إيه إنت دينك إلهي أتكتقانا بإذن الله سبحانه وتعالى إيمانك ومرك أولئك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورما جنجن با ورما لسبر برنيك كرا إسكو مال ملقو شيء كرا نفس ما كوة بحي كران كوة وحي يقان كوة نحقون إسكو مدما إيمان كاقا مركا wuxuu dawawi karaa ama dawo waxaad u heli kartaa inta aad noocan ma talab ilm shariicad ka fahamsantay kitaab yar oo salaf hadii umma ay qoreen kitaab yar oo hal xadiis laba xadiis saxiixa xambaarsan kitaab yar oo afar ayadoodo dad fiqaaday ay sharxeen intaaba iimaanka kordhin karta biin ilaah subhanahu wa ta'ala waana masaladan u baahanna walidaalika waxaan meeshan aan ka sheegila alshabaab jazahumullahu khayran xamaas diiniya ku jira inta wala dadaalaya انت وحال اورجانيز غرينا مؤتمرات انت علماء يا قرب اردي واخا خير بدل ملا اله او زياده مشكله ديرتها وحي تاه ني ولبا افريكا مركو كسو بخاي فتح مجيد كباب السادس ما شو مري ما تو تاغنت رياض الصالحين كاشن تحديث او غور ريس او تاغنت نحوها مركي ما لاين صرف لسو غارا او دنبايس مر دوما راعدد انت كتاب سو اقرستي او دمس جزء عمي ومره انت مركو يمنا شيخ فلان با فتوى شيخ فلان با شيخ عجلة با ماشي او جرت دن كلا يا كتاب انو الرعضة ومسألة هوسك حريق ديار اما انت ارنك او جرن هوسك وقفك ودع يا ايمان كيس ولذلك وحان ابنا ضد فربضان اخيارة ودعوة قادة وهان جري هرأي قادة او دي جري او نوع اما كتبت نوع اغري جري ما انتين سوق الكلام وحكى لنا ما محالة هدي جيس رسبي اهبو كدير هذا وانا مهم كلما ما انت
نوعا ما علمك هوس ودعنا إيمان كان هوس ودعيا وانا أرن متلازمانا وان قفل ويدينين يا أبا كلا نقول بينهم حتى لزون حلقة الذكر حلقة الذكر وماشان وكلا ذاتك إلهي سبحانه وتعالى نقول حسين أوليري إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسا الضباشة سكينة كسو الدكتر إلهي بابو الوقوف أنتما مرائك تأيوحي لمدة يا خلق يسكله وانا ارن انا سهلنين وانا حديث كيبانا موجنه لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه ضد مال اسجين مجران يو الهي سبحانه وتعالى حسين الى ملائك بحر راح كفرستا رحمه الهي باكو سو دادكتا سكينه الهي با غرقينيس ايغو دنبا حديث كلا نوح موجنه مركي ليسغي ما حسك الهي مركان كلا تغنا هدا اقفل ميشي سو اادو وحالن ليه انغو ان مقل الملائكه بان الله ليسو قوموا مغفورا لكم والاستاغه اديكو دنبغينا الله دافع وحسهلن ما وماشنا تفديد القران كان ايا هدا باذن الله سبحانه وتعالى الى ان ايات حديث با نسكو شيغينا قال تعالى وقال الرسول نسكو شيغينا حلال حرام با اسكو شيغينا مركان استاغنا باذن الله الهي وحن ويديسن الحديث ان كو دبونو نلا يرادو قوموا مغفورا لكم او مغفورين لكم استاغه اديكو دنبغينا الله دافع ارزهلن ما الله فضيستما وها هدي سلفك كم ذا إن إدي جرين تعالوا بنا نؤمن ساعة والنفريسي إلهي سبحانه وتعالى هل ساعد عن رمينا بمعنى هذا ما وحل ولا جيدا إلهي إيمان كيس عن بار تايم كدقنا هل ساعد كلي كدقنا وحن دون عن ما أي هل كان ساعة وأذيك سنة إيمان كسان أكب علهن قرؤوا قاد لهم وهي أبا إيمان كحجي وحا كم ذا قفك إستقوا بدي على عمل الصالح نقطة ذا مهمة ذا إلا ذا أدى مهمة نقطة ذا أيضا أعمال الصالح أيضا بدي ما هو لجيدا مال كلية عمل كلية هكو كوفصن حديث كان هدا إلى دقي ستان أبو بكر رضي الله عنه أبو خاري أوري رسول كان مالين صحابة صلى الله عليه وسلم كده حيستاقوا لها اللوحين ورمان تيا إساقوا يا وابريس إساقوا الصوما أبو بكر بقى عن تاقوا أنا يا رسول الله أني هدا نوحين ما أنت يا جنازة الرعي أنا يا رسول الله أني هالرعي بيقول أبو بكر ورمان أنت يا مسكين قوذي أنا يا قوذي يا رسول الله ما أنت يا قف حنوسن صوب بقدة أنا يا بقدة رسول الله مركز رسول صلى الله عليه وسلم مجت معنا في امرئ أنت عن خصلات إلا الشيء السجومة تجا عن قف مؤمن القف بن آدم إلا جنة قال هدي لجها هل ما لين كريه وحلوها إسوع الصومن إسوع جنازة الرعي إسوع قف حنوسن صوب بقدة إسوع قف مسكينة مركز بودي جنة قال ما لين كريه وحلوها بهجد ولينا دكستين سيد جدول كعنتظر هي كان مركا ادمال بوقشه كو اادي سيدبا اي مهم اي كوغو تahay ان واخ كاس كلا ستارت ارن كان ماشاده كو در ورقدين ولا شتاغي جدول كاغ وانو نقطات سكيتشول وانو نقطه ولذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه يا الذين سلف هذه اللون عبد الرحمن المهدي با وحير وحان هو ابو الحماد بن سلم هدي لديه الى حماد بالربا ديمانيسا اود ام يشين بالعمل كيسن واخ كو در يعني من الصباح لليل الا همينك ما انت الا همينك مر وضو عمل خير مركا كجرا لكن هدي لي رحماده بري با دمانيسا لبا رقعه كو در وقتي بو امهاي مخاينه و بوخا مركز عمل صالح كجرا سيده عمل كصالح و مشغول سنه ابتاد بو هاو وحان قلت المامايا عمل صالح مركا لا مقله وحا لا قفكي انو اسداليا لا يابا اما ميل كلو كلا دحو دور قودو با لا الىلينا كو عمل صالح مركا مقشي وان لو ددغو مخاينه ايات القرانيه اي كهليس عمل كصالح الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره و ددغ سابقوا إلى مغفرة أدك دقة مرنا سابقوا مرنا سارع أدك دقة مرنا أدك طمع صلى الله عليه وسلم حديثي وحاكو سؤال عن أنس مالك لقوري غزوة بدر مركب مشركين تأسود دوادين أيوحد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والإستاقة وحد أذان جنة بل كذا سمواتك أرضض ولم يديها مركاس عمير أي أنتو إستاقوا حر يا رسول الله جنة بل كذا أنت هلاك مركاس فيها بخن بخن وما شاك كده إلا إذن وإيد عتوي أرنسها لنا oo dhaqaaqay kadib wuxuu la soo baxay tamar timir marka meel ugu jirtay timirti uu siiray balcun hadana wuxuu yiri wallahi hadaan noolaado intay timirtan ka dhamaato khalas wuu yiri nin marka liibaanamay intuu tuura meesha intuu aadab jihadki galay meeshaas ku shuhiyay nabiyullah muusa markii miqaadka lagu cumhiire wajiltu ilayka rabbi litarda adan ku soo degdegay amalka khayrka qofka markuu maqlo waa inaan lagaaga hormarin markii laga hadlay dadkii anbiyaada ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu soo taxan fiiri إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورابا خير مركز الله الشيء يقول دق دق جرين حديث حقوص أراري التؤدة في كل شيء وحكى صلى الله سمعنا ترتيب صوت إلا في عمل الخير لكن خير كمركز الله سمعنا هالترتيب سنين
أرد أنت أرد كرتيد ويدق دق أرنك الله هذا اللي بهي عمل صالح مركل سمينه وأنا دائم تيد حديث وحا كسو أراري عمل وحا وخير بدن ميت كقفك ودائمة هبا يا راذئة هل رقع أبينك آدان كتقين أي وحا كخير بدن تا كل رقع تكلها هل بيت أو قرآن الصبح والبابا كور ركما أراتي الكوة أي وحا كخير بدن هل بجل دينا دقل أو تكتقي دونت عمل كدائمة تانكي صلى الله عليه وسلم حديث وحا وكير والإسراء الرعية عمره ذي حجك ودن بيجي ترترانة إيو حي لمد قضب كسد هذا اللي بهي عمل كصالح مركة لسمينة وأنه قفك الدذالب dadaal baa loo baahan yahay qof waa inuu san gaabin oo dadaal farabadan inuu marka uu muujiyo waxaan hayna fi gheyri ma hadith wa fi gheyri ma aya marka laga hadlay dadkii ahlu khayrka salatu layl kim halir kanu qalila min al-layl ma yahjaun ma ra aday ku jirta waxa la aaday saasi ibn al-qayyim uu yiri mazaida ka dhigna misna masdariyan ka dhigna manafiyan ka dhigna misna masdariyan ka dhigna labada mar ma habeenka in yar miyay ka soo jeebi jireen misna in yar bay ka tukan jireen labada waa lagu fasiray معناها دذلك سيؤد حين جرينه أنا قال ولذلك سلف هذه الأم دذلك وحي هار وحي قارن وعليه وحد يجرت أحدهم جورج مركو هو لصي هذا هو ينجزه وفراشك ولصي هذا فراشك كحل ولنجر وكسر دح بحجر سيس إنه قارن إنه صلاة الليل بتكنه وكبق إلا يراد فلان صلاة الليل بتكنه ودو منجر اتهاد كما شاء سلا حتى الزوجات في البيوت أني أوجان دتك وحي سمعناه arin kale loo baahay waxa uu yahay marka amal saalix la sameeyo wa inaad nafsadaada aadan daalin walaalku sallallahu alayhi wasallam markuu soo galay Zainab oo la yiri xaribay meel ku xiratay markay tukanaysay ku istaagta markay daashay wuxuu yiri gooya ilaahay subhanahu wa ta'ala amal saas oo kale ma jecla haddaad daashina nasabu yiri walaalku waa tan la diida qofka markay hurdada ahayso inuu amal marka uu sameeyo xadiithna waxa ku soo ororay amalka intaad karaysan kala imaada alqasd alqasd tablughu warna dhaxaysa dhaxdhaxaysa waad gaari doontaan xadiidka bukhaari baa wariyay xadiidka lana waxaa ku soo arooray in hada diina yusr wala yushaada diina axad ila galaba wuu fudud yahay ha isku adkaynina waa tan uu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaa kale loo baahay camalka marka la sameynayo qodobka shanaad in baqrin iyo qabuul adoo bimacnaa rajo u dhexeeya waa in camalkaa samaysay waa inaad ka baqdin amaan laga aqbali waaya رجعنا وإن كوكو جرت في نفس الوقت إلى سبحانه وتعالى إنه كأقبل الله بدو وإنه ودحيسد واتن مركي لو يدي الله سبحانه وتعالى أيديس والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فليها لا إيمان وحل الصاري يدو قلوبته ذا بغنش عائشة وحتر يا رسول الله ما وحل لجل قل إيها قمر ذا عبه توقني ماذا نصمي مركز يتر يبنى التصديق مركز يتر يميا سامودي سدماء ذاتك لقاها اللي وذاتك صومي وصلاة صدقة بحينة لكن وحي كبقى يعني إن عمل كود إلهي سبحانه وتعالى أنا مركا كأقبل وأنا كوا خير كود دقي وتنوير آياتي صلى الله عليه وسلم أي سو مركا سود اللي شدي أرنك اللي حاد دوض أن منكر عملك إيمانك إنه كرر اللي قوقع حكم ذا تنويع العبادات عبادة ذا هل عبادة كلية هكو جابسن ولذلك وعلو به ذكر مركا اللي شيء عرف كانوا نقضة بدن كانوا نقضة دعاء سوق جلسة سننتي وحكم ذا بر الأيتام بكم ذا إن حوالي جيدا بر الوالدين ما كمدا أيتامتي ولا كفالة قارا كمدا مساجدي ولا نساء كمدا جهاتي ولا إنفاقية كمدا خيرات كدت كل وهر سيدا كمدا مدارسي ولا ساق كمدا وعيابها صارنا نحيل مدا أنت صارنا أي مركز سوق عليه وعيابها الدوية وح كمدا قف إنه كبق سوء الخاتمة مثلا إذا إيه كوف جان ما يسوء الخاتم يحيل مدا محايل محاضرة صوص عطاء أي يقول بيجنتها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن واحد من حسوسنا يا سلف هذه الأمة وحي راهبين انت انا سلف كان شيخ رسولك وحيري اكثر من ذكر هذه من اللذات انت انا شيخ إن اقوال الصحابة اي رقك لسلفك رئيس السلف عن شيء قائدهم منك اقول صلى الله عليه وسلم هذا كويري اكثر من ذكر هذه من اللذات كان مع معانك قوي بديع حسوسي سبيري موت كمرة بيصار لك وحي علماء مركا يراهبين قفكي موت كحسوس تصدح شيبة إلهي سبحانه وتعالى أقول بشارية أي الله كرامي كو توبني ساسود دك دكتا قلبي جيسا قناعة لقليا عبادي سا نشاط قلي قفكي موت كان يحسسين سد حرمات بالله امتحانا كو وحال الله امتحانا إساقو توبه ديبو ديغانايا إساقو رالي أنا نكون نقونين وحال الله وحي إله سبحانه وتعالى وسي كفاف ما أقبل يقول إساقو عبادة مركا كقابني وحي أبا مركا إيمان كعسبوني سيوحا كمدا إنو قفكو حسوس منازل الآخرة منازل الآخرة إن درجات فرب بضن يوم القيامة يجري الدوانان
إن سراد يجري دون إن الجنة يجري دون إن النار يجري دون وحصل حصوصته إيمانك وكرده بإذن الله سبحانه وتعالى وعيابها إيمانك آدي آدو آتكي وحاك من أن ظلم ريما دام وقتك ورده ماذا قفك إنه لفل قلو آيات كونية ضي حامدو بهذا وإن المركب الساينس لآدي أقو يا الله سبحانه وتعالى إنه كدم بهذا روب كيبا يرى هذا إنه لفل قشد دبيل درم باتمد برف كيبا باتي ولذلك عائشة وحيتلو صلى الله عليه وسلم هدي كونك كان وحي اسكب الدولو أما دبيل باب بضاتي أما الروب باب اللواي أما الروب باب بطي وجهي سانك قرن جرن بيتي ولذلك ما لما المحكمة الدبيل درم آت أم بعد دبتي بيتي مركز رسول الله عليه وسلم وجهي سوء بدلي مركز يا رسول الله محاسات ماركتي متشائم ونقطة الروب ونقون كراي مركز وحيري محان كبا قيات إن لي راهده قليل بل هو عارض ممطرنا دبيل دك هلاقي سئنا يتحان كبا قيات بيري سادرت ولف القلي جري أرن كان أرن صحيح وأها ولا سمين جر وضن كي أو إنك صلصنا ذاتك إكتك جرين ماشي خصوف مركو دعوك رحمة ذو بعد إذا رحمة ذو بعد وحاي النساجد أنت اللي شو جيمي هذا اللي تكذو نوعا ما ذاتك أنا لبقدين جليو خوف لقو بيرو لكن دوحي أبقى لدي ذاتك سمين جرين سنة أنا نهين أنت الدبقى هذا مركا أونسي وكجرى مالها للو ريك جرين لا إله إلا الله يا غافر خافوا ربكم يا مسلمون تيب مالك للا آذين لكن بام الخوف كي والرب هنا إن مركا هبونا أكثر مركا الله شيء وعيابها الدوينة واحد كم إذا ذكر الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى قال الحسن محايا لحديث وحاوي الآيات وحيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب هدي أتكو جاب ستد آيات داكلية محاضرة عن آيات صنع وفلا محايا لمحاضرة وحاوكو بالله منها كي ويد أه فراء قلبي قو ديليا قلبي مركو حبوب بها إنو إدمينان يشو إنو سقناده بها محاسوغة بذكر الله تطمئن القلوب إذا قلبي كان مركب مرة البوساء ورق رقم يا وعكوس قنان كلا بذكر الله جل وعلا بإذن الله سبحانه وتعالى وعيابها أن كوس وختيمة يوحوا إياي أم نقطة أن كوس وختيمة الدعاء إله إن الله سبحانه وتعالى لبريه فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبك واتن حديثها حديثا واتنها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حال الدو قفك إله ودويا ومركو سجوسيها سجود الله مركب الله بضيه أنت هي مسائلك الأولي هرسان أرنتي تراد كبضتي أيان أرنتي وحن أدين لها هبكا با إيمانك الودة وين كرا إلهي سبحانه وتعالى وحوي ديساننا أن يجدد إيمانا وأن يقوي إيمانا وأن يزيد إيماننا وأن يقال لنا قوموا مغفورين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إنه جواد بر رؤوف الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله توفيق.